صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد والي وجهة شرقية السيد رئيس المستشفى السيدة رئيس هذه الجماعة السيد كبير وكالة الجهة الشرقية السادة الحضور جميعا، هذه مناسبة أتيحت لنا جميعا لنقول كلمة لشبابنا أساسا لأبنائنا وبناتنا الذين أثبتوا جدارتهم وأحقيتهم واستحقاقهم للتمويل الاجتماعي الشامل بما حصلوا من نتائج القيمة. في البداية أحب أن أركز على النقطة الأولى وهي الإشارة إلى هذه المبادرة التي أخذتها جماعة مجدار، لا أقول إنها جاءت متأخرة ولكنها جاءت في وقتها وكان واجب أن يتمها، لأننا لم تكن إلى حضارة تعترف، حضارة الإسلام هي حضارة الاعتراف وحضارة التقدير للجهود والكفاءات. نحن تلقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يذيب الذي يجب له شيء حينما أنشده كعب بن زهير قصيدة، ما كان من نفسه أن يثيبه بشيء إلا أن نزع برده وألبسه إياه، وأصبح البرد يومئذ شعارا لكريم الشعراء، وظل البرد متوارث في آل كعب ثم أخذه الخلفاء فكانوا يصدرون به الأعياد. إذا الأمة لا تعرف هذه الشعارة، ثقافتنا أيضا المغربية تعرف هذه الإشارة. الناس على مستوى الموادي عندنا كانوا فقراء، ربما بعضهم يكون دارسا ولكنهم كانوا قد تشربوا الحضارة، شعبنا متحضر بشكل كبير جدا. لذلك كنت في البادية إذا انتهى الناس إلى حفظ القرآن كان المجتمع كله يكرم من يحفظ القرآن ويعتبره غدا للجماعة، حينما يجز الإنسان حفظ القرآن ويزود لوحته فلا يصبح ولدا لأبيه وأمه وإنما يصبح ابنا للمجموع، وكان هذا يدفع بالناس دفعا قويا. في تاريخنا القديم ظاهرة ربما نسيت أو تنسيت، كان الناس يمجدون الرجل، كان مما يذكره بعض المؤرخين وإن كان يأتي عربا عندنا في مدننا في فاس خصوصا مكان كان يسمى روضة أنوار، روضة أنوار هو في مقبرة قريب مفتوح، وسمي روضة أنوار بكثرة ما دفن فيه من العلماء ومن النبلاء وهو الآن موجود، أي كان هذا معلوما عند الناس أنهم يميزون الفكرة والعلم والأدب ويعطونه مكانه، وكان هذا دافع. ربما عن تجربتنا أخذها الآخرون، تعرفون الآن أن الشعوب التي نريد في المعاملات نتحدث عنها وقد لا نلتفت إلى الجوانب الكبيرة فيها والجيدة، هذه الشعوب التي نعيش معها في هذا العالم تكرم النبلاء وتحتفي به وتخصص له الشهادات والجوائز. يكفيني ذلك أنهم في فرنسا التي نحن مرتبطون بها أكثر من ذلك توجد مقابر للمفكرين للأدباء للشعراء، المقبرة الأولى هي مقبرة بير لاشيز، إخوان الذين عاشوا في فرنسا يعرفونها. بير لاشيز تعتبر معلما في وسط باريس، وكان الذين يدفنون فيها من النبلاء، ولكن كانت هناك مقبرة أكبر وهي مقبرة العظماء في باريس، وهي التي تسمى البانثيون، كلمة البانثيون يونانية أي رب القباب، والبانثيون هي مكان يدفن فيه الكبراء، وبالأمس فقط دفنت امرأة فرنسية وزيرة فرنسية سيمون فيه، هذه دفنت هي
زوجها أو كل ما في هذا. وهذا مما لا يقع للناس كثيرا، تعرفون أن قد ندفن ابتداء من قلب تاري العشر، هناك قد ندفن في المطيرة مخرجة شهد، لأن هذا يعتبر شيء كبير. أي شيء رمزي نحن نريد أن نتعلم منه، نحن نسمع أداء العالم أشياء جميلة يجب أن نتعلم، أن نهتم بالأشياء الجميلة أفضل من أن نهتم بالأشياء القبيحة. حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلعن الشيطان عثر، فقالت فائس الشيطان، قال له نفسي لا تقل ذلك ولكن قل سبحان الله، فإن الشيطان إذا سمعك تعظم. نحن الآن مدعوون إلى أن نهتم بهذه الأشياء الجميلة في حياتنا. هؤلاء الشباب الذين يحصلون نتائج عالية جدا، معدلات عالية جدا، هؤلاء هم مشاريعهم علماء المستقبل في اتجاهات، بس إذا أحسن المجتمع أن يعتني بهم. هذه مادة رمادية نادرة، وأنا يقين أن هناك من سوف يطل عليهم من جهة أخرى، وسيستدعون إلى جهة أخرى، إلى جامعات خارج المغرب، وهناك ليس لهم شوف إلا هذا. ومع ذلك نقول مبهر إلى أن هؤلاء نشأوا في المغرب يجب أن يبقوا في المغرب، لأن المغرب يحتاج إلى نظائره. المغرب لا يتصدق بأهله كله، برجاله ونسائه يتبرعوا به، فضلا عن من تبرع بالنبلاء وبالمفكرين، هؤلاء الذين سيقودون مسيرة الغني، لأن الغنى هو ذلك المعنى والمعرفة. كلام كثير هذا سيسقط، كلام موسى، لكن يبقى هذا الذي يثبت، هذا الزمن يذهب جفاء، ما ينفع الناس هو الذي يموت في الأرض. لذلك أهنئ هؤلاء الشباب ذكورا وإناثا على النتائج التي حصلنا، وأسأل الله تعالى أن يكون مستقبلنا على نحو ما هو مبتدأ، وأن يكون تكون طموحاتهم عالية جدا، لا تكون طموحات صغيرة. هؤلاء يمكنهم أن يطوروا المعرفة، يمكنهم أن يطوروا التخصصات والمواد، مواد الرياضيات أو أي مادة يمكنهم أن يبتكروا فيها. عقلنا هذا عقل يعطى، نحن أعطينا في التاريخ لكل العلوم وكثير من علماء الرياضيات، والذين كانوا ظاهرين بارزين كثير منهم مغاربة. ابن البنان هذا اللي لا زال معروفا في الكتب، ابن الياسمي ما زال كذلك، وكتب كثيرة هي الرياضيين المغاربة، وقد بدأوا في القرويين وأعطانا الأشياء، فسهل أن نستعين دوما بهذه النشأة. وهي كذلك في هذه الكلمة التي أشدت فيها طبعا بفكرة الاحتفال، أرجو أن تبقى وتستمر وأن تتبرع، وأرجو إن شاء الله مع هذه النخبة تقتل المعرفة أن نتعاون جميعا على أن نجعل من مدينتنا ومن هذه الجهة مدينة لها خصوصية في الجانب الثقافي العلمي المعرفي. نريد أن تكون عندنا مكتبة كبيرة يأتي إليها الناس، إذا لم يكن بإمكاننا أن نستخدم الناس لسياحات أخرى فنستخدم السياحات الثقافية لأجلنا. هذا شرحي الإداريون والمنتخبون والمسؤولون من تمام أدائهم من ذمتهم أن يوجد إلى جانبهم مكتبات يكون لهم قد سعوا في إنشائها وفي بنائها. تعرفون أن الولايات المتحدة الأمريكية فيها أكبر مكتبة الكونغرس نشأت تقريبا منذ حوالي قرنين، وتحتاج إلى 160 مليون كتاب، وحينما أحاطها الإنجليز بعد 14 سنة من بنائها كان ذلك مصيبة كبرى عند الإنجليز والناس الجميع السياسيون وكلهم يفتخرون بأنهم طوروا مكتبة الكونغرس. فنحن في حدودنا يمكن لنا جامعات لنا مؤسسات أن نشتغل على هذا الورش، وسنجد كثيرا من يتعاون في هذا الجانب. أقول أشكر بهؤلاء وأهنئ هؤلاء الأبناء، وأهنئ كذلك الحاضنة التي احترمت وهي مصعب. إن إنسانا لابد أن يحتاج إلى حاضنة لتشذ
لعرضه وتشجع هذه الأسر كانت تؤمن بالعلم تؤمن بالمعرفة تؤمن بهذه القيمة وأعطى اكتشافات ولم تكن الأب والأم ربما لا يدرس معنا في كل الدروس ولكن نعطي إشارات أنه يبذل المعرفة فهذا هو الذي يدفع هذا الذي جعل الأبناء يرضون آباءهم بطلب العلم فيكون هذا في الحقيقة مزيج مزيج إنسان أن يوجد في أسرة تأخذ العلم وتدفع إليه ولا تعلمه ولا تعطله عن طريقه أشكر لذلك الأساتذة والأستاذات من كل المستويات وهؤلاء هم الذين يبنون يبنون هذه النفوس ويعطون هذا العطاء الجميل هذه كلمة النار وهذه الحدث نشكر لا شك أنهم يكونوا حريصين على أن يصل هذا البيت ما كان من يصل هناك عوامل متضافرة ولكن عامل المربي الأستاذ المدير رجل التربية الذي يؤمن بهذا لا شك أن هذا كريم له من هذا الذي نجلسه والكريم له وإشادة وجوده وثناء عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في هذا المدد في هؤلاء الشباب هؤلاء العقلاء هؤلاء الذين يقومون للمملكة إن شاء الله مستقبلا مشرقا وبطاقا وصلى الله على سيدنا محمد